دولة الرئيس، الزملاء الكرام، في الشكل نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. لكن في الحقيقة نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، أنا لا أريده ولن أسمح له بتشكيل حكومة، فضلوا خلصوني منه. نعم يا دولة الرئيس، هذه هي الحقيقة ببساطة ومن دون مواربة. أعلم أننا قرأنا جميعا أن هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامة الرئيس من تهمة عرقلة التشكيل الحكومة. شأنها شأن الرسائل المترجمة إلى لغات عدة والموجهة إلى عواصم أجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الأوروبي مجتمعا أو الدول كل على انفراد. لكن الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، والحقيقة ليست في الشكل بل في الأساس.